أنا معايا دلوقتي الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذه نبيل، اهلا بحضرتك. حضرتك أهلا عامله ايه؟ بيك دكتور أحمد. حضرتك طبعا يعني شايف السوشيال ميديا والخطورة اللي بقت بتأثر يعني على ولادنا وعلى أسرنا، والنموذج اللي موجود قدامنا كانت قضية حنين حسام اللي أثارت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي جدل كبير على الموضوع بتاعها. لكن عايزة أسأل سؤال، إن إيه السبب في النماذج اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل ما فيش مراقبة من الأب والأم للأولاد؟ طبعا حضرتك، انا يعني اولا انا بشكر حضرتك لانك بتدق ناقوس الخطر على الموضوع ده من زمان، بقالك فتره طويله، وانا نفسي كنت ضيف مع حضرتك في حلقات قبل كده، كنت دايما مهتمه جدا بالموضوع ده، رغم ان احنا يعني لما كنا بنتكلم فيه كان بيبقى حاجات مختلفه، ولكن هي بتدور في نفس الاطار اللي هو عدم الرقابه الاسريه، وهو دوت مهم جدا. عدم الرقابه الاسريه هو العنوان الكبير يا استاذه نبيل اللي نحط تحتيه بعد كده العناوين الاخرى. يعني اول حاجه ما فيش رقابه اسريه، ليه تمام. بقى؟ ليه ما فيش رقابه اسريه؟ لاسباب كتير، من ضمن هذه الاسباب طبعا ان احنا عندنا مجتمع بيعاني من ارتفاع نسبه الطلاق لدرجه ان هو واخد المركز الاول عالميا في هذه النسبه، معناها ان في اب وام منفصلين، معناها ان الاولاد يا مع الاب يا مع الام، وغالبا مع الام، فبالتالي الرقابه مش من طرفين، من طرف واحد، ممكن يكون الطرف ده طول الوقت مطحون في شغله وفي عمله وفي 100 حاجه، فبالتالي مش عارف يؤدي الرقابه بدور كبير. حاجه ثانيه برضو ان احنا عندنا برضو المجتمع فيه ارتفاع لنسبه الاميه، فانا بالتالي ازاي هطلب من اب وام قد يكون عندهم اميه ان هو يراقب حاجه تكنولوجيه عاليه بهذا الشكل؟ واحنا عندنا النهارده يعني الحاجات اللي زي مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن اب وام احنا بنتكلم على الاطار بتاع، لا في ناس ما بتعرفش، ما توجدش القراءه والكتابه، ازاي هقول له تعالى روح عليك اولادك وهم بيعملوا ايه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا بتبقى حاجه صعبه. تمام. حاجه ثالثه مهمه وظهرت لنا في نموذج، انا يعني نموذج حنين حسام وغيرها من النماذج، ان في اب وام راضيين باللي بيحصل ايا كان اللي بيحصل ده، لان احنا بنشوف حاجات مستفزه، حتى لو فرضنا ان الفيديو الاخير اللي عمل ضجه ده حتى هو من قبليه حد بيعمل استفزاز كتير جدا، حد بيعمل حركات وايماءات يعني معروف ان بس هي اسمح لي يا دكتور أحمد، في حاجة عايزة أسأل عليها. اتفضل. دلوقتي لو احنا بنتكلم على أسرة طبيعية، أب وأم متواجدين والبنت أو الولد فوق ال20، في حاجة صعبة؟ يعني احنا بنتكلم على الرقابة، وشفت برامج كتير كانت بتتكلم ان تابع الولد ولازم تفتح الموبايل بتاعه ولازم تشوف فيه ايه، واحنا بنعمل كده. الموضوع مش سهل زي ما سمعته، يعني فكرة الولد أو البنت اللي عمره فوق ال20 عشان الأم والأب تقوله، يعني تقول للولد افتح الموبايل بتاعك وريني أنت بتعمل إيه، وريني أنت بتسوي إيه، هو مش هياخدها بالمحمل أن دي رقابة وأن أنا كأم لازم أتابعه، هياخدها من ناحية أن دي عدم ثقة وممكن تأثر عليه بالسلب. عشان كده سألت حضرتك ايه اللي المفروض الاسره تعمله عشان تقدر تتابع الولاد باسلوب سليم واسلوب تربوي. احنا عندنا حتى في علم الاداره في حاجه اسمها رقابه صادقه ورقابه لاحقه. انا كنت فين لما الولد ده كان صغير؟ انا النهارده بتكلم بعد ما الولد كبر، وحضرتك بتقولي لي هم يعملوا ايه دلوقتي؟ ما هم مش هيعرفوا يعملوا فعلا حاجه زي ما حضرتك بتقولي مع الولاد الذكور تحديدا، عشان برضو ايه نفصل ما بين الولد والبنت. انما البنت بيتعمل عليها رقابه، لا في اسر كتيره ممكن لو عايزه حبت تعمل رقابه هتعمل، والنماذج اللي حضرتك بتذكريها هي محتاجه رقابه، طب ما هي اتشهرت والناس واهلها عرفوا وشافوا الحاجات، اكيد الفيديوهات بتاعتها وهم عارفين، بيقول لك احنا موافقين على كده، لان طبعا بيخش لهم دخل من خلال هذا الامر كانوا موافقين عليه. فبالتالي احنا عندنا فين التربيه من الاول اللي تخليني في الاخر ابقى واثق في ان الولد ده مش معقول هيعمل حاجه زي كده؟ ما هو زي السوشيال ميديا، انا لازم بربي ابني انه ما يشربش مخدرات وما يشربش سجاير وما يعملش حاجات، لان انا ممكن تمام. ما اعرفش اكتشفها لما يكبر، بس وانا صغير وهو صغير ربيته على الحاجات دي كلها، وربيته على العباده وعلى الصلاه وعلى الكلام ده كله، فلما وصل لي في
السن ده هيبقى بعيدا عن هذه الاخلاقيات. بالعكس انا بشوف اولاد بيرفضوا يعني في السن حضرتك بتقوليه بيسخروا. على فكره مش كل اللي بيتفرجوا على النماذج دي علشان هم بيحققوا نسب مشاهده، مش كل اللي بيتفرجوا هم موافقين وراضيين وقابلين، بالعكس هم بيستنكروا وهم في نفس سنها او في نفس السن العشرات. اذا هم اتربوا تربيه مختلفه. دكتور احمد، هل يا ترى السبب الرئيسي في الازمه اللي احنا موجودين فيها في الفتره الاخيره واللي ظاهره بشكل قوي في الشباب والبنات، هل ان الاب والام ما قدروش يوصلوا من الوعي الفكري والثقافي الكافي اللي يقدروا يربوا اولادهم عليه من الاساس؟ احنا قلنا ان في حضرتك، انا ذكرت لحضرتك ان في طبعا نوعيه مش قادره توصل للكلام ده، انما في نوعيه احنا طب ما احنا عندنا دلوقتي اباء وامهات بيشتغلوا في شركات مالتي ناشونال وبيشتركوا وبيشتغلوا في جميع وسائل التكنولوجيا الحديث، عشان ما نقعدش طول الوقت نقول ايه لا ده هم مش بيعرفوا يتواصلوا عشان التكنولوجيا الحديث. لا، هي حته التربيه وحته عدم التربيه على الاخلاق وعدم التربيه على الدين، وحته ان احنا لما نسمع ان اولادنا بيعملوا حاجات زي كده اسيبهم ويتمادوا واكثر واشوف حاجات لا اخلاقيه بتتعمل، وانا موافق ومتمادي في الكلام ده كله. ولا دكتور احمد نقدر نقول ان حصل انشغال من الاب والام في اتجاهات تانية، والصراعات النفسيه والحرب الاهليه اللي دايما موجوده بين الزوج والزوجه والست والراجل، واللي يعني واخده كل اهتماماتنا واخده كل اتجاهاتنا، وازاي الست تنتصر على الراجل وازاي الراجل ينتصر على الست، والضحايا في الاخر كانوا الولاد. بشكر حضرتك دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسريه، بشكر حضرتك.